من المواقع المحلية، فرقة مسرحية في عدن توقف عروضها وتعتذر للجمهور. موقع ألمان يتساءل ماذا تعني سيطرة الانفصاليين على عدن. ومن الصحافة الفرنسية، سقوط القصر الجمهوري، اليمن ينزلق إلى الفوضى. أهلا بكم. العديد من العناوين وردت في موقع المصدر أونلاين، نطالع في أبرزها. رجل الإمارات يتحدث سعودية، بن بوريك لن نتراجع، والحوثي صمد 5 سنوات تحت قصف طائراتكم. أعلن هاني بن بوريك نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات رفض المجلس سحب التشكيلات العسكرية التابعة له من المواقع والمعسكرات التي سيطر عليها خلال الأيام الماضية في عدن أو المشاركة في مفاوضات تحت تهديد الطائرات، مذكرا السعودية بعجزها عن حسم المعركة بطائراتها مع الحوثيين. قال بن بوريك: نحب السعودية والإمارات ونلتزم بالمسار الأساسي للتحالف وهو القضاء على المشروع الفارسي، أما حلم الجنوبيين فدونه رقابنا وكل شعب الجنوب. وأضاف أن أي تهديد للقوات الجنوبية غير مقبول، ولا مفاوضات تحت وطأة التهديد ولا تحت ضرب الطائرات. أعلنت الشركة المنتجة للمسرحية الكوميدية على حركوك تأجيل عروض المسرحية في مدينة عدن، والتي كان مقررا عرضها خلال أيام عيد الأضحى، وعنوان موقع المشاهد نت. تأجيل عرض مسرحية علي حركوك في عدن، وأكدت الشركة عدن نيوم في بيان عن تأجيل عرضها للمسرحية التي كان من المزمع إقامتها في أول أيام عيد الأضحى المبارك في قاعة ألف ليلة وليلة بالشيخ عثمان حتى موعد آخر سيعلن عنه لاحقا. وأرجعت الشركة المنتجة أسباب التأجيل إلى حرصها على سلامة المواطنين وإجلالا لكل الأرواح الطاهرة التي أزهقت جراء الأحداث الأخيرة التي عاشتها عدن. وقدمت اعتذارها لجمهور فرقة خليج عدن المترقب لعودتها، مؤكدة أن التأجيل خارج عن إرادتها. المسرحية يقدمها ممثلو فرقة خليج عدن بقيادة المخرج الشاب عامر جمال، وكتبها المؤلف والقاص مازن رفعت، ومن إنتاج شركة عدنيوم، وهو العمل المسرحي الأول الذي تقدمه الفرقة منذ آخر أعمالها في العام 2014. وصف الكاتب السعودي المعروف والمدير السابق لقناة العربية عبد الرحمن الراشد ما أقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بأنه أطلق النار على نفسه وأصاب مشروعه في القلب فأثار الريبة وجرح العلاقة الإقليمية، ولم يصفق لفعلته سوى الحوثيين. وكل أعذاره لا تبرر الانقلاب ولا قبل بانقلاب الحوثي، وعقدت معه صفقة ومع غيره من طلاب الحكم الآخرين في اليمن. وأضاف الراشد في صحيفة الشرق الأوسط: تخيل الانتقالي أنه يستطيع استغلال ضعف قوات الشرعية وإحراج دول التحالف واتخاذ غضب العدنيين من الهجومين المروعين ذريعة للاستيلاء على عدن وإعلان الانفصال والدولة الجديدة، لكن ربما لم يحسب المضاعفات الأكثر تعقيدا والأعظم خطرا. حلم الانفصال منتشر في أنحاء العالم ونادرا ما يتحقق. قريبا من اليمن وعلى خليج عدن غربا، بإمكان الانتقالي أن يرى تجربة صومالاند، إقليم أعلن نفسه جمهورية في عام 1991 نتيجة انهيار الصومال، ذاتيا أعلن استقلاله مستغلا الحرب في بقية الصومال، وأقام نظاما سياسيا متكاملا بدستور ومجلسين برلمانيين وعملة وعلم وانتخابات، ولا يزال حتى هذا اليوم بلدا نموذجيا مستقرا، لكنه فعليا ليس بدولة معترف بها شرعيا. وتاريخ صومالاند مشابه كثيرا لليمن الجنوبي، فلم يكن الإقليم
ضمن الصومال في مطلع القرن العشرين، ووافق على الوحدة طائعا، وعندما قامت الحرب الأهلية انفصل، لكن رفضت الأمم المتحدة أن تعترف به، وسيعود لحكم مقديشو ما لم يتم انفصاله قانونيا وبالتراضي. هذا المثال الحي أمام الانفصاليين من اليمنيين. وهناك أمثلة أخرى كثيرة، أبرزها إقليم كردستان العراق. فالأكراد قومية بذاتها ولغتهم مختلفة، وتاريخيا ضم إقليمهم عنوة إلى حكم بغداد في زمن الحكم البريطاني. ورغم كل هذه الاعتبارات وخمسين سنة من المطالبة بالاستقلال، أفشل المجتمع الدولي محاولة استقلالهم. من لوازم الاستقلال أن توافق عليه بغداد ودول المنطقة. ولا أريد أن أغضب الأخوة من سياسي الجنوب بتذكيرهم أن الجنوب عانى طويلا من التنازع بين طامح السلطة، حتى إن الإنجليز اضطروا لاعتماد 12 سلطانا وأميرا لحكم الجنوب. وكذلك فعل الاتحاد السوفيتي بدعم ترويكا من 3 شيوعيين لحكم عدن. واضطر الرئيس حينها علي سالم البيض للذهاب إلى صنعاء وسلم مفاتيح عاصمته عدن، ليس حبا في الوحدة اليمنية بقدر ما كان يرغب في منع منافسه من الاستيلاء على الحكم في اليمن الجنوبي. لهذا نخشى اليوم أنه من دون انتقال سلمي وتوافق سياسي وتصديق دولي سينقسم الجنوب إلى دويلات، وسيقاتل بين بعضه، وستجد الدول الشريرة مثل إيران أرضا جديدة يتسللون إليها. تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها وممارساتها التعسفية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ووفقا لموقع صحوة نت والذي عنوانه ميليشيا الحوثي تنفذ حملات تفتيش واختطافات واسعة لمواطنين في مداخل صنعاء. مصادر محلية قالت إن الميليشيا وسعت من نشر عناصرها على مداخل العاصمة صنعاء ومدن أخرى ونفذت حملة واسعة. وذكرت المصادر أنه تم استحداث نقاط تفتيش كثيرة في مداخل العاصمة وداخل الأحياء والشوارع، وبشكل متقارب تركزت تلك النقاط بشوارع حدة والزبير وعصر والستين والأصبح وأحياء عدة. كما تم نشر مركبات قتالية عدة في مختلف مناطق وشوارع صنعاء. الخاسر هو الوطن وحده والمستقبل والأمة. شكرا لكل من صمت ولمن تشفى، شكرا للمتواطئين ولمن كنا نراهم أخوة لنا. هذا مقتطف من مقال كتبه علي الكازمي تعليقا على الأحداث التي شهدت عدن، وقال الكازمي في عدن الغد: اليوم الأسود هو 9 أغسطس لعام 2019 عندما هاجموا بيوتا معينة بحجة أنهم فاسدون وتابعون للشرعية وما إلى ذلك من التهم غير المسؤولة، ولا سيما مهاجمة ونهب منزل معالي وزير الداخلية. والجميع يعلم بأن هذا المنزل قدم الخدمات للغالبية من أبناء الجنوب، فقد أعانى آلاف الأسر المحتاجة والجرحى وأقر الترقيات، ومع هذا تم السقوط المروع لهؤلاء الذين لم يراعوا أن هناك حرمات للبيوت وأن هناك مواثيق وقوانين إنسانية قبل أن تكون معركة أو تصفية حسابات سياسية. لم يكتفوا بذلك، بل كان هناك من القادة الذين صوروا ما قاموا به بجوالاتهم، ونعلم بهم جميعا، لم يمنعهم العيش والملح وحياتنا ونضالنا معا وثقتنا بهم. لم يقدروا ولم يحترموا مشاعرنا ولم يلتزموا ولو بشيء بسيط مما أفضت إليه أسس التصالح والتسامح. شاهدت إعلاميين معروفين يتباهون باللوحات النحاسية المطبوعة عليها أسماء القادة بعد أن نهبوها من المنازل والمكاتب كنوع من الزهو والفخر. حدثت أمور بساعات وأيام قليلة لم تحدث بمعركة الحوثي أو غيرها. لم أرى أي قبيلة أو مشائخ أو قادة حتى من تلك المناطق لتعلن بيانا ترفض فيه هذا الفعل المشين. كنت أنتظر لكي أقرأ ولو حتى تغريدة تدين وتستنكر هذا العمل الجبان. ما الذي يحدث هناك؟
يبدو أنه خلل كبير في العقلية وتفكير وتصرف. هناك شيء خاطئ يجب أن يصحح. صدمت وصدم غيري بما حل بنا. كيف تنظر الصحافة الألمانية لسقوط عدن في أيدي الانفصاليين؟ يمكن معرفة ذلك من خلال ما جاء في موقع الديدبليو والذي عنوان محاولة لفهم التداعيات، ماذا تعني سيطرة الانفصاليين على عدن؟ وقال الموقع إن من شأن سيطرة الانفصاليين في جنوب اليمن على عدن أن تضع السعودية بموقف صعب تكابد فيه للحفاظ على تماسك تحالف عسكري يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. وردا على سؤال ماذا يعني سقوط عدن بالنسبة للتحالف، يجيب الموقع يزيد ذلك من صعوبة المهمة التي تهدف السعودية لتحقيقها، وهي إضعاف قبضة الحوثيين على البلاد. الموقع الألماني يقول إن ما لا يدركه المجلس الانتقالي الجنوبي أنه لا يحظى بالكثير من الدعم خارج عدن، وتهدد الخطوة التي اتخذها بتأجيج الاقتتال في الجنوب وتقوية شوكة جماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة. وقالت إليزابيث كيندل من جامعة أكسفورد الاستعانة بجماعات مسلحة انفصالية من أنحاء الجنوب كان دوما ضربا من اللعب بالنار. من المثير للدهشة أن تقول الإمارات إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص هو الذي يتعين عليه حل المشكلة. كشفت شبكة البي بي سي عن معلومات جديدة بخصوص ما حدث في عدن، وأكدت استنادا إلى معلومات وكالة الأنباء الفرنسية أن مسؤولا في ميليشيا الانفصاليين الجنوبيين قال إنهم سيطروا على قصر الرئاسة السبت الماضي دون قتال. وقال المسؤول أنه تم توفير مخرج آمن ل200 من حرس قصر الرئاسة. تقول البي بي سي البريطانية أن عدن كانت قاعدة مؤقتة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا، بينما يتخذ الرئيس نفسه من العاصمة السعودية الرياض مقرا له. وتقول الأمم المتحدة أن قطاعا واسعا من الشعب اليمني يحتاج إلى إغاثة إنسانية ليظل على قيد الحياة في وقت لا تقدر فيه الغالبية على توفير غذائها. عدن محاولة فهم عبر المؤامرة، تحت هذا العنوان كتب أرنست خوري مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد. الرياض لم تدعم حلفائها المفترضين من جيش الحكومة في شوارع عدن وقصرهم الرئاسي إلا ببيانات في وجه جيش جرار احتشد من مدن الجنوب الذي استحال أشبه بمستعمرة إماراتية، والدبابة بطبيعة الحال أصدق إنباء من البيانات الممجوجة. حسم انقلاب رجال الإمارات في أيام ثلاثة، وفقط حينها تدخل التحالف السعودي الإماراتي لا وزارة الخارجية السعودية مثلاً ليأمر بوقف النار، وذلك بعدما كانت النيران قد توقفت بالفعل، ببساطة لأن كل مقرات الحكومة سقطت عسكرياً بيد التمرد الانفصالي. ثم فجر الأحد أعلن التحالف إياه للسعودية مجدداً في بيان أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية، ملوحاً بعمليات آتية في حال عدم التقيد ببيان قوات التحالف. يترجم ما حدث نوايا السعودية بتسليم جنوب اليمن للإمارات تمهيداً لإيجاد صيغة تعطي الشمال الحوثيين بشروط سعودية تضمن أمن المملكة وحدودها الجنوبية، بما يخرج الرياض من مستنقع لا أفق عسكري يوحي بإمكانية حسمه لمصلحتها، وبما يؤدي إلى ربط نزاع مع إيران أو هدنة طويلة الأمد بالواسطة الحوثية إحياء لتحالف الرياض صنعاء في عهد الإمامة وفق فرضية المؤامرة تلك. يكون انقلاب أتباع الإمارات متفق عليه بين أبوظبي والرياض بعيداً عن موجبات تفرضها الدبلوماسية كضرورات إظهار الدعم السعودي للحكومة في كل حين ورفض كل ما من شأنه الإخلال بشروط الحرب ضد الانقلاب الحوثي. في جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة ليبراسون عنوان سقوط القصر الجمهوري، اليمن ينزلق إلى الفوضى. انزلق اليمن الذي دمرته حرب منذ 5 أعوام إلى أتون الفوضى يوم السبت عندما استولى المقاتلون الانفصاليون على القصر الرئاسي في عدن بعد عدة أيام من الاشتباكات في المدينة الجنوبية. منذ يوم الأربعاء الماضي وقعت اشتباكات بين المقاتلين الانفصاليين والجنود الحكوميين
وجميعهم حلفاء منذ العام 2015 في تحالف تقوده السعودية والإمارات لمحاربة المتمردين الحوثيين. تضيف الصحيفة إن الهزيمة رمزية، لا إلا أنها نقطة تحول، حيث اتهمت وزارة الخارجية اليمنية الإمارات العربية المتحدة بأنها مسؤولة عن انقلاب الانفصاليين في عدن، فيما دعا التحالف الذي تقوده السعودية إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن واجتماع طارئ للأطراف المتحاربة. غياب الوثيقة وكراهية الحقيقة، تحت هذا العنوان كتب ممدوح الشيخ مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد مضيفا: ماذا يبقى من السياسة عندما نكره الحقيقة ونغيب الوثيقة؟ سؤال تفرضه البنى السياسية السائدة عربيا والنظم القانونية الحاكمة لتداول الحقائق والوثائق بالقدر نفسه الذي تفرضه به السمة الغالبة على قسم كبير من الوجدان السياسي العربي، وهو مفهوم يبدأ من الفردي والإنساني. الثقافة المحبة للحقيقة إذن وفقا لهذا المفهوم شرط موضوعي لأن يتسم الفرد والجماعة معا بقدر كاف من السواء. والحقيقة في الواقع السياسي تتوزع بين الخطاب السياسي في الوسائل الرسمية وغير الرسمية من جانب، والوثائق الرسمية من جانب آخر. وفي العالم العربي كله تقريبا يتعثر الإنسان في أخاديد عميقة من ثقافة الكذب السياسي المتفشية حد الوباء، ويتمثل الجناح الثاني للخيبة في حالة إنكار للواقع تجعل الأسباب وما يفترض أن يترتب عليها من نتائج كل منهما في واد وكأنهما غير مرتبطين البتة. والثقافة العامة الكارهة للحقيقة لا تنفصل عن جملة من القضايا المؤسسة في مقدمتها رؤية الفرد والمجموع معا للذات والآخر. وعلى سبيل المثال تنجب المجتمعات المغرقة في الاعتداد بالذات الجماعية أفرادا عاجزين عن رؤية نقائص الجماعة التي ينتمون إليها وصولا إلى الجماعة الوطنية، ما يجعلهم في النهاية يرفضون النقد الموجه لها مصرين على الاستماع فقط لما يحبون سماعه، وهذا من أعراض كراهية الحقيقة. وفي عالم عربي عانى ربما أكثر من أي مكان آخر من كراهية الحقيقة ومن غياب الوثيقة، يبدو ما يعلن من حقائق رسمية عن بعض وقائع العنف محل تشكك صريح أو ضمني، فالحقائق تعلن في حالات كثيرة بسرعة مدهشة وتشير أسهم اتهامها إلى اتجاه واحد، ومع الزمن لا يتم الكشف عن الوثائق بشكل يمكن أحدا من رؤية الحقيقة من نافذة الوثيقة. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، والتي وثقت عددا من الأحداث في مناطق مختلفة حول العالم، نتابع. لفن الكاريكاتير القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحيانا، وفقا لواحد من تعريفات هذا الفن المتعددة، مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. بمجموعة الصور والرسوم هذه نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير، إلى اللقاء.